السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناتي أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لليوم وصفة رائعة جدا مجربة وتعطي مفعول ونتائج سريعة ومضمونة 100% في أسبوع واحد فقط، بمكون فعال جدا جدا في إزالة الكرش وشد ترهلات البطن. فقط اشربيه على الريق وادخلي الحمام، ستنزل منك كتل دهون متخزنة ومحجرة بالجسم وخاصة بالبطن لم تنزل من سنوات. هذا المكون السحري يذيب ويفتت كل الدهون المتراكمة بجسمكم، ينحف البطن ويزيل الكرش، وأيضا إذا كنتم تعانون من الوزن الزائد سيسد شهيتكم إذا كانت مفتوحة، وسيعمل على إنقاص وزنكم بشكل طبيعي وفعال جدا جدا. وقبل أن أمر أحبائي إلى مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها، أتمنى منكم أحبائي دعمي باللايك إذا أعجبكم الفيديو لتشجيع على المزيد من الوصفات المجربة إن شاء الله. والآن أحبائي نمر إلى مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها. وأول مكون أحبائي عندي وهو حبوب الشاي الأخضر كما تلاحظون، وحبوب الشاي الأخضر من أكثر المكونات التي تساعد على التخسيس السريع وشد الترهلات، خصوصا الترهلات بالبطن والأرداف والذراعين سواء بعد الولادة أو بعد إنقاص الوزن. بالنسبة أحبائي لطريقة التحضير، أول شيء سنحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من حبوب الشاي الأخضر، ومن الأحسن أن يكون الشاي الأخضر. طبعا إذا لم يتوفر لديكم الشاي الأخضر فيمكنكم تعويضه بالشاي الأحمر أو أكياس الشاي ليبتون، تقريبا كذلك مقدار ملعقتين كبيرتين. بعدما أضفت أحبائي ملعقتين كبيرتين من حبوب الشاي الأخضر، بعد ذلك سنضيف كذلك نصف ليمونة مقطعة إلى دوائر مربعة كما تلاحظون بقشرها. يمكنكم إزالة قشر الليمون إذا كنتم لا تحبونه. وبعد ذلك سنضيف كذلك ملعقة كبيرة من الزنجبيل كما تلاحظون، زنجبيل على شكل بودرة، سنضيف من تقريبا ملعقة كبيرة كما تلاحظون أحبائي. وبعد ذلك سنضيف الماء. بالنسبة لكمية الماء سنضيف تقريبا 4 كؤوس من الماء، فبالنسبة للكمية يمكنكم يعني تحضير كمية كبيرة أو تحضير كمية صغيرة، فهذا يبقى اختياري بالنسبة لكم. طبعا إذا حضرتم كمية كبيرة فيجب عليكم مضاعفة جميع المكونات، ويمكنكم كذلك تحضير كمية صغيرة، فهذه الكمية التي حضرت معكم أنا كمية تقريبا لمدة من 5 إلى 6 أيام، أنتم يمكنكم تحضير حتى كمية لمدة 2 أو 3 أيام وحتى ليوم واحد فقط. كما تلاحظون أحبائي أضفت 4 كؤوس من الماء، وبعد ذلك سنضع هذه المكونات كلها على نار هادئة جدا جدا حتى تغلى لنا جميع المكونات، طبعا مع تغطيتها بإناء لكي لا تتبخر لنا فوائد هذه الوصفة. نقوم بتغطيتها بإناء وتركها تقريبا لمدة 5 دقائق حتى تلاحظون أن لون الماء تغير وأصبح لون الماء المائل إلى اللون البني، وبعد ذلك قوموا بإطفاء النار عليها بعدما تلاحظون أن لون الماء أصبح بهذا الشكل كما تلاحظون، يعني أصبح مائل إلى اللون البني كما تلاحظون أحبائي. فهذه الوصفة رائعة جدا، فحبوب الشاي الأخضر لها قدرة عجيبة جدا جدا على تنظيم الوزن والتحكم بالسمنة وأيضا حرق الدهون الزائدة والعنيدة بمنطقة البطن. كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بغلي جميع المكونات، والآن سنقوم بتغطية المكونات مرة أخرى، هذا المغلي تقريبا مرة أخرى حتى يبرد تماما تقريبا لمدة ساعة كاملة حتى يرتاح ويبرد جيدا. كما قلت لكم أنا لم أتركه حتى يبرد، لكن أنتم يجب عليكم تركه حتى يبرد كما قلت لكم تقريبا لمدة ساعة أو أكثر مع تغطيته طبعا بإناء. كما تلاحظون أحبائي بعدما يبرد لنا المغلي تماما سنحضر مصفاة أو فلتر ونقوم بتصفية هذا المغلي للحصول على الماء فقط. كما تلاحظون نقوم بتصفيته وبعد ذلك نحتفظ به في قارورة زجاجية، هذا المغلي احتفظوا به في قارورة زجاجية واحتفظوا به في الثلاجة. فبالنسبة لهذا المغلي فهو يبقى صالح حتى لمدة أكثر من أسبوع في الثلاجة. كما تلاحظون أحبائي سنحتفظ به في قارورة زجاجية ونحتفظ به في
الثلاجة. فبالنسبة لطريقة أخذ هذا المشروب فهو يؤخذ دافي، يعني قبل أخذكم لهذا المشروب يعني قوموا بتدفئته فقط قليلا واحتفظوا بالكمية المتبقية في الثلاجة، وبعد ذلك يمكنكم شرب يعني كوبين في اليوم. يعني هذا المشروب، فطريقة أخذ هذا المشروب تختلف على حسب إذا كنتم تريدون إزالة الكرش فقط أم إذا كنتم تريدون يعني تخصيص الوزن وتخصيص الجسم بأكمله، يعني تعانون من الوزن الزائد أو السمنة المفرطة. فإذا كنتم تريدون إزالة الكرش فقط فأنصحكم باستخدام هذا المشروب قبل الوجبات، يعني مرتين في اليوم في الصباح على الريق قبل أخذكم لوجبة الإفطار، والكوب الثاني كذلك قبل أخذكم لوجبة العشاء، كذلك يعني بربع ساعة تقريبا قبل وجبة العشاء وكذلك قبل وجبة الإفطار بربع ساعة. يمكنكم كذلك تحلية هذا المشروب بالقليل من العسل، ومن المهم جدا أن يكون عسل طبيعي كما أقول لكم دائما، عسل طبيعي، عسل نحل وليس بعسل السكر. كما قلت لكم أحبائي، إذا كنتم تريدون إزالة الكرش فقط فيجب عليكم أخذ هذا الكوب قبل الوجبات مرتين في اليوم، وإذا كنتم تعانون من الوزن الزائد وتريدون تخصيص جسمكم بأكمله فأنصحكم باستخدام هذا المشروب حتى 3 مرات في اليوم بعد الوجبات، يعني بعد وجبة الإفطار وبعد وجبة الغداء وكذلك بعد وجبة العشاء، واستمروا عليه بنفس الطريقة سواء إذا كنتم تريدون إزالة الكرش فقط أو إذا كنتم تريدون يعني تخصيص جسمكم بالكامل، فاستمروا عليه حتى تحصلوا على النتائج المرجوة. طبعا إذا كنتم تريدون إزالة الكرش فقط فستلاحظون النتائج من الأسبوع الأول، ستلاحظون فرق كبير جدا جدا في حجم بطنكم. أما إذا كنتم تريدون يعني تخصيص جسمكم بالكامل وتريدون إنقاص وزنكم فستحتاجون لبعض الوقت أكثر، لكن مع المداومة على هذا المشروب أكيد ستحصلون على النتائج التي تريدونها، وبالتأكيد ستلاحظون كذلك نتائج رائعة جدا من أول أسبوع. ربما سيأخذ معكم بعض الوقت لإنقاص وزنكم، لكن يجب الاستمرار عليه حتى تحصلوا على النتائج التي تريدونها. فهذا المشروب سيساعدكم كثيرا على سد شهيتكم إذا كانت مفتوحة، وستقللون من كمية أكلكم طوال اليوم، وسيعمل على إنقاص وزنكم بشكل طبيعي وفعال جدا جدا، وقادر على تخسيسكم حتى 5 كيلو في الأسبوع بدون رجيم أو حرمان أبدا أبدا، فقط بالاستمرار عليه أكيد أكيد ستحصلون على النتائج التي تريدونها. فالمدة التي تظهر فيها النتائج فكما أقول لكم دائما فهي تختلف على حسب كل واحدة وحجم بطنها وكم كيلو تريد إنقاص من وزنها، وكذلك على حسب كل واحدة وطبيعة جسمها في حرق الدهون. كما تلاحظون أحبائي يعني كلها مكونات بسيطة جدا جدا وتقريبا متوفرة في كل البيوت، فما عليكم فقط تجربة الوصفة وإن شاء الله ستلاحظون فرق كبير جدا جدا من أول أسبوع. فهذا المشروب عدو للدهون العنيدة، خصوصا الدهون التي تكون متراكمة في البطن والجوانب والأرداف، وكذلك فهو يعني سيخلصكم من الماء المخزن بالجسم والذي يكون السبب في زيادة الوزن. هذا المشروب ليس له أي آثار جانبية أبدا، يمكن للمرضى شربه وكذلك لمرضى الضغط ومرضى السكري شربه، يعني بدون تخوف أبدا، ليس له أي آثار جانبية أبدا. إذن كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد فادتكم وأعجبتكم وأن تجربوها وتكتبوا لنا نتائج تجاربكم في التعليقات، وأنا ألقاكم أحبائي في وصفة قادمة مع فيديو جديد، ولا تنسوني باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد، وشكرا لكم على المتابعة.